اي والله نور اللون الاخضر. حياك الله سياف. ارهب ابو سعد. وش اللي حاصل؟ في ماذا؟ كيف وصلت هنا؟ انت مستاء على وجودك من ضمن العشره. والله ماني بطلق من اخوياي ولكن لا بس لا انا ايش اللي وصلني لهالمرحله؟ كان سؤال مطروح منك خلف الكواليس. يمكن انها غلطه واحده ممكن تذكرها؟ لا والله من كثرها؟ ما من كثرها لكن انا سج ما اذكر. لا هذا مو وقت ابتسامة، المفروض انك ما تبتسم. وش اسوي انا فرحان انك مستانس. انا غير مستانس. تدري ايش يقول فتى نجران؟ يقول انا صحت من الفرقه وعز الله انها جات. اي نعم. ويا سعد عين ما تفارق حبايبها. الله. يحل الفراق وتنتهي اجمل اللحظات ويبقى صد الذكرى عينك جوانبها. تكتفي بالذكرى خلاص؟ ما هذا بيت في خاطر اذكياء يا ابو سعد. سبحان الله ترى بعض القلوب تشعر بالشيء قبل حصوله. كأن الشعور اللي ينقله الان سياف. اللي بيطلع منا كنا فقدنا واحده من ضلعنا يا ابو سعد. واللي بيطلع ان كان سياف حيفقد اضلع ولا لا؟ والله لابد اخوي منطلق ولا مرخصيني. وان طلعت بعود اهلي مبرومك. العيد جميل مع اهلك. جميل مع اهلي. ان شاء الله انكم تفكونا اذا جلست. العقد اللي وقعته كم يوم البرنامج؟ 90. من ضمنها العيد ولا كان على جنب؟ والله ما دققنا شغلها كلها. لا العيد ترى من ضمن 90 يوم. انت معنا؟ لا. خلاص. ايش خلاص؟ هني تعالنا نتعيد سوا نتقلقل مقلقل. مبروك العودة يا سياف. بالتوفيق ان شاء الله.